السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام، عيد الله عليكم مبارك للمرة الثالثة من برنامجكم عيدية ولثالث أيام عيد الأضحى المبارك. عيد الله عليكم مبارك مشاهدينا الكرام، استمتعنا معاكم في ثلاث أيام العيد. اليوم طبعا عندنا فقرات مميزة، بس لا تنسوا تتصلون على 5481 ولا تنسون مشاركة بصور جميلة تعبر عن العيد بهاشتاج برنامج أندرسكور عيدية. نعم مشاهدينا الكرام، مثل ما انتم عارفين اسئلتنا جدا سهله، هي عباره عن مقاطع من مسلسلات ومسرحيات واغاني وشعر، كلها بعضها حديث وبعضها قديم، مجرد ان احنا ننعش ذاكرتنا مع بعض ونركز شوي بس، مالكم للفوز ان شاء الله. وحمد الفياض موجود هنا عشان يساعدكم. اكيد انا بساعدهم. وهكتك صح، متعود اني اقول انا صح. خلاص بس اليوم احمد احنا معانا فقره مميزه بنبدا فيها برنامجنا اليوم. طبعا مو بنقول حق مشاهدينا وش هي الفقره، ناخذ اول اتصال بس نشوف عبد الله الخوار وش علومه واخبار الاتصالات. هلا والله محمد، مساك الله بالخير، صبحك الله بالخير، معانا من الصبح. يعطيك العافيه مبارك اليوم. خلاص الله يسلمك. محمد اخبار الاتصالات؟ اتصالات موجوده الحمد لله. من معانا؟ معانا ابو حمد من الشحاميه. طيب نقول الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا مرحبا، عيدك مبارك يا ابو حمد. علي وعليك. ها بشر، تابعتنا اليومين اللي فاتوا؟ والله لنا الشرف والله، ونشكركم على هالبرنامج الجميل وطلتكم الحلوه هذه. صلاتك العافيه يا ابو حمد. مستعد لسؤالنا يا ابو حمد؟ مستعد. الله يوفقك ان شاء الله. خلينا نشوف اول سؤال واول مقطع، مو بنقول شيء، اول مقطع خلينا نفاجئ مشاهدينا فيه. المنعطف الأخير، الحلم الكبير، هنا جائزة قطر قوس النصر، الحلم الذي يراود إكتو، يراود تغروده. إكتو في المركز الأول، تغروده في المركز الرابع، إكتو سعادة الشيخ جعام بن حمد بن خليفة الثاني. سلام سلام يا قطر، سلام سلام يا قطر، سلام سلام يا قطر، سلام. الله اتريف 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 اتريف، هذه اتريف حاملة اللقب في العام الماضي، تدخل التاريخ. بشر بحمد. هلا. عدد مرات الفوز ثلاث مرات محمد. هذه لا تريف، تستعجل لا تستعجل. تريف ملك الشيخ جوعان، هذه ثاني سنة تفوز فيها، فازت السنة اللي طافت. بس صح، اجل ليش من جبت الثالثة؟ اجل ما من وين جبت الثالثة؟ كفو عليك كفو عليك. خلنا نشوف معاك الإجابة. سلام يا قطر، سلام سلام يا قطر، سلام سلام يا قطر، سلام. الله اتريف 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 اتريف، هذه اتريف حاملة اللقب في العام الماضي، تدخل التاريخ. طبعا ألف مبروك أبو حمد، وهذا كان صوت زميلنا وأخونا سعد العتيبي، جزاه الله الخير. يعني جد عيشنا في أجواء امبارح. سلام يا قطر، سلام صراحة. يعني شلون كان يقولها بالطريقة، يعني ألف ألف مبروك لسعادة الشيخ جوعان بن حمد على هذا الفوز، وطبعا للمرة الثانية، وهذا السباق يعتبر من أقوى وأغلى السباقات في العالم، لأنه يوجد فيه خيول من جميع أنحاء العالم. نعم، جائزته ما يغالب 5 مليون يورو، وغير هذا تريف الكل كان مراهن عليها الا المحشادي. الا المحشادي. الا المحشادي ما ران عليها، لكن لله الحمد فازت للمره الثانيه على التوالي، وهالشيء ما صار من 1978 ما صار انه خيل ياخذ مركزين في سنتين متتاليتين ويحافظ على اللقب، وحافظ على اللقب في نفس السباق اللي فيه خيل من جميع دول العالم وكلها من اقوى المرابط، فلله الحمد. صادق يا احمد، وطبعا مبروك على هالقطر جميع. اكيد، واحنا طبعا من برنامج عيديه وقناه الريان نحب نبارك حق حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى تميم بن حمد الثاني، وطبعا سمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفه الثاني، الله يحفظهم ويبارك لهم على هذا الانجاز الجميل، وعلى اهل قطر كلهم اللي دائما يستحقون هذه الانجازات العالميه. ومثل ما قال اخوي حمدان المري، الان المفروض يكون قوس النصر يسمى بقوس جوعان. نعم يستاهل الشيخ جوعان، عودنا على هال
الإنجازات هذه. وأمس مع أخي فهد الكعبي يقول لا تعودون، لا إحنا بنتعود وما عودتنا وما لنا مكان غير الناموس وغير الأول، ما نأخذ غيره إن شاء الله. وحنا كلنا قلوبنا مع الشيخ جوعان، أسأل الله يوفقه إن شاء الله، ونأخذ قوس النصر وسير قوس جوعان، ليش لا؟ صادق صادق. طبعا مشاهدينا نفس ما شفتوا أول فقرة حماسية، فوز نصر جديد لدولتنا العزيزة قطر. الحين نأخذ اتصال ثاني ونقوله ألو السلام عليكم. الو الو هلا، من معانا؟ اسمع اسمع، من وين تكلمينا؟ من تحيل. تحيل، عيدك مبارك، وقولي لنا شو اخبار العيد معاك اليوم ثالث يوم. والله حلو، اوكي العيد ماشي. للحين كم محافظين على اجواء العيد ولا خلاص؟ اي اكيد محافظين عليها. عسى ان شاء الله يومكم كلها اعياد. متابعتنا جاهزه لسلتنا ولا لا؟ اي نعم جاهزه. اسماء، اول شيء اسئلتنا صعبه ولا سهله؟ صعبه. لا سهله. سهله بيضاء. سهلها لك. من اكثر واحد يساعد، انا ولا حمد؟ بصراحه الاثنين. الله يعطيك العافيه بيضاء الوجه. انتبهي لسؤالنا وركزي بس، نبي منك تركيز بسيط وان شاء الله تفوزين معنا. بس الله ساعدونا. ابشري ساعدونا. مع الناس برنامج اسبوعي يقدمه لكم محمد الكواري. بشري اسماء. هلا بشري، عرفتي اسم القلعة؟ ما في مساعدة؟ اسماء، هي قلعة عسكرية. القلعة هذه اسمها في بعد منها اسم منطقة في العراق، يعني اكثر كذا ما اقدر اساعدك. لا نقدر نساعدك بعد. هي موجودة في سوق واقف. سوق واقف جبار؟ لا لا في لحظة، أنت تشوفين يا اسماء صح؟ أي اسمها قريب من اسم بعض الناس يطلقون عليه شيء يلبس بعد. المفتولة؟ لا لا، اسم منطقة في العراق واسم قلعة في قطر. شيء اللي يلبس غير الجاكيت وغير السديري غيره غيره. شلونك نعطيها اختيارات؟ أوكي. أول ما تساعدوني؟ نعطيك اختيارات. اختيارات. قلعة الزبارة. قلعة محمد علي. ايش جاوب؟ ايش ايش قلت؟ لحظة ما سمعت. قلعة الكود. قلعة الكود اكيد. خلاص اكيد اكيد. كفو عليك. مبروك عليك، تستاهلين الاسماء. خلنا نشوف الاجابة معك. يا أسماء، طبعا هذه قلعة الكود، قلعة عسكرية من 1906 تقريبا يا حمد، في عهد الشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني، بنيت في عام 1808. صحيح يا حمد، وطبعا تم تحويلها لمتحف للحرف 1985. نعم، أسئلتنا هذه لازم نحن نعطي فيها شوية إجابة فعلا المستقبل. هالقلعة هذه موجودة والكل مر عليها، والحين صارت زي ما ذكرت حمد متحف، فحلو انه يكون عندك شويه معلومات. احنا هذا المغزى ان احنا نشارك ونستانس وننبسط، ان شاء الله ما حد يخسر، وبعد نعطي معلومه. فالكم طيب ان شاء الله. حمد اليوم متحمس يبي يساعد الكل ان شاء الله، وانا معه. مالكم الا طيب خاطر مشاهدينا الكرام. ابو محمد، عندنا شيء من اتصالات الحين معنا. مطلق من الريان. مرحبا وسهلا يا مطلق. مطلق هلا مرحبا. كل عام وانتم بخير وعيد الله عليكم مبارك. وانتم بخير علينا وعليك. بشر. اول شيء حبيت اسلم عليكم واعيد عليكم واقول لكم كل عام وانتم بخير جميعا. وانتم بخير. صحة وسلامة يا مطلق. مطلق شلون العيد معاكم؟ والله الحمد لله بخير الله يسلمك. عايدت الصغار ولا لا؟ اكيد عايد الصغار وعايد الكبار بعد. يا سلام عليك يا مطلق، ما فيك حيلة. كفو كفو عليك كفو عليك. اسلم. مستعد لسؤالنا يا مطلق؟ ان شاء الله. يلا يلا خلينا نشوف معك السؤال. قطيعش في ما يتبطل هذا. ما يتبطل
الله من برا تفضل. طح حظك انت وانا كسرت لعورني ظهري ويعلك ما تربح راكبين سيارة السجن. انا ادري لعور ظهري. يلا يبا هذا يزاي بعد يزاك يا ابن بلاش يزاك شنو بيزاك. اعطوني كروتي احنا شوف خلنا نمشي. يلا يبا اعطوني كروتي صجعتيج. بشر يا مطلق مكتوب الكروة ما فهمت شنو يعني الكروة شنو هي قال لها أبي كروتي شنو يعني كروتي شنو كروتي يعني فلوس. لا فلوسة فلوسة يعني أجرة يعني شنو الحين أنا إذا رحت مع تاكسي ونزلت لازم أعطيك كروتة صح. نعم اللي هي شنو اللي فلوسة أجرة. أوكي. نقول الفلوسة أجرة. يلا تستاهل يا مطلق. هي الأجر تستاهل يا مطلق. تستاهل خير. مبروك عليك يا مطلق. خلنا نشوف الإجابة معك. أبي منك كروتي أجرة الوالد. آه. نعم. تعال. نعم شنك. لا يكون على بالك إحنا من أصحاب الملايين. إيه؟ وكابتن هبنا. لا ترى إحنا خرق على الله وعلى الشؤون. آه. وعلى الشؤون. دام المسألة وصلت عيل كذي ماني متحرك هني إلا بفلوسي. طبعا مشاهدينا الكرام هذا المسلسل جاي وسبيتشا طبعا تم إنتاجه 1986 كان بطولة حياة الفهد وسعاد العبد الله. يعني الله يعطيهم العافية هذه مسلسلاتهم جميلة يعني وكانوا يسوون مسلسلات اللي امتعدنا صراحة دوتو قوي يعني صراحة. لا بس الله يعطيهم الصحة والعافية إن شاء الله. مشاهدينا الكرام أسئلتنا سهلة إن شاء الله. لا تقول لي راح صعبه وسهله لا سهله ان شاء الله بنسهلها وبنسهلها زياده وكلكم ربحانين ان شاء الله معانا. بس سؤال كروه ها اجره صح الاجره هي هي قبل كانوا يقولونها متى وقفوا انهم يقولونها. والله شوف بعض الدول لحد الحين تستعمل كلمه كروه. حلو. بس خبر مع الحداثه خلاص صارت الاجره بحساب. صادق اي لكن هي لازالت الكروة مفهومة لازال الكل يعرف شنو يعني كروة. يعني أنا أوديك هذه كم تعرف كروتي كم صادق ولازالت بعض الدول تستعمل صحيح. ولكن يعني كان قبل أهل الديرة هم اللي يسقون التكاسي هم أيوة. اللي يوصلون أيوة. كانت متداولة متداولة صح. صحيح الحين خلاص أحسنت. شو رأيك نأخذ اتصال يلا محمد. والله معنا محمد مدينة خليفة. الله يعطيك العافية. نقول ألو السلام عليكم. مروح مرحبا محمد. مرحبتين يا عيدك مبارك. الله بخير سك الله بالنور والسعادة يا محمد. كل عام وانتم بخير وانت صحة وسلامة. العيد عليكم مبارك. محب مبارك الشيخ جوعان مناسبة فوز الحصان في المسابقة أمس. ترف والله يستاهل والله يستاهل. هذا خيل طيب وهو عدنا ان السنوات القادمه ان شاء الله نشوف خيول جديده وان ترف بيكون يحافظ على هذا الفوز وبيكون للانتاج فقط. طبعا الحين احنا معانا الفوز مو بالسنه كل سنه ان شاء الله ان شاء الله يا رب. انا واصلنا كلنا يا محمد. محمد مستعد اسئلتنا ان شاء الله. ان شاء الله سؤال سهل. لا انا بعطيك سؤال صعب. ليش؟ أنا والله مسافر كنا بدل لا تنشدون على الكروة تنشدون على مدير البيكا. يا ما شاء الله عليك شكلك مركز معنا. خلاص انا بسالك سؤال صعب ان شاء الله السنه الجايه في الاعداد ان شاء الله بنكلمك يا محمد عشان تساعدنا في الاسئله. طيب خلينا نشوف معاك هالمقطع وبعدين نرجع ونسالك ان شاء الله. عن الهجن وملاعب ولعها مع القيفان غمام الشعر من عام ما هاضني وبله. يقول كريم يا برق انت قادح بالمخيل صادق رعوده تستبيح خيالها. محمد لبيه شو اسم الشاعر؟ والله ما خاب ظني اخوي الشاعر شبيب بن عراق. متأكد؟ ان شاء الله. كفو عليك والله كفو عليه لان فعلا المقطع صغير والصوت مو واضح ولكن ما شاء الله عليك يا محمد. ما شاء الله شبيب بن عمر هذا شاعر معروف واخو قبل يكون شاعر. نعم يستاهل عز الله شاعر وشاعر وافي. خلنا نشوف معك الاجابه يا محمد. يلا
عن الهجن وملاعب ولعها مع القيفان. غمام الشعر من عام ما هاضني وبله، وظروف ومشاغل تضغط الدم في الشريان، ودنيا وقايعها ما يفقه لها لبله، وانا مغرم فيها وشاعر فصيح لسان. ولا صغتها ما جات مرجوجه وخبله، وصايف ذلول دونها تنثني لثمان، لو اسوامها من ستة الاصفار من دبله توجد عليها هاوي الهجن والهجان. توجد فقير في دوابوه باعبله، وللسبق فيها وللزين فيها فتنة المغرم الهيمان، لشاف العيون اللي من الشوق من سبله، وللزين وفيها وصوف الزين تومي على العيان، وفيها غزير السبق يشعاه ويهبله، لزاح الستار وزمته في السماء العمدان، تقول انها من بين اياديه من نبله، تروح عصاها قوس ودماغها شمقان، تقاصر مسار الشوط لو طولوا حبله، تهاوى مواطيها على ساحة الميدان، مهاوى غنوج نجاوب دقة الطبلة. صح الله لسان الشاعر شبيب بن عرار النعيمي، من الشعراء القطريين اللي قصايدهم صراحة طيبة في المسمع، وهو من يعني من أجمل الأشخاص، ويعني احترافي في وصف الطير، معروف أنه يوصف الطير من الألف للياء، قصايده في وصف الطيور شيء يعني خيالي، يعني لا يوصف، يعيشك جو المقناص وانت قاعد مكانه. طبعا احمد يعني متحمس لهذا الموضوع، لان السنه اللي طافت كان في القلايل والتقيت معه. سلام يا القلايل. لا والله ما حصل لي الشرف اني التقي معه، لكن التقيت معه هنا في قناه الريان، وكان عندنا بعد مغطين وكان تحت رعايتنا الشعريه في الريس، بعد كان موجود. صراحه يعني شرف كبير ان انا قابل مثل الشاعر، ولا قصر بشعراء الباقيين، شعراء كلهم خير وبركة. وطبعا نمسي عليه ونعايد عليه من شاشة الريان، خاصة برنامج عيدية. طبعا الحين معنا مسلسلنا الغالي. مسلسلنا مشاهدين الكرام الحين، بس قبل لا ناخذ المسلسل نسير المتصل. لا احنا منتظرين المتصل. محمد معنا طلال من المعيدة. عبد الله عليك مبارك يا طلال. السلام. مرحبا طلال، شلونك؟ الحمد لله. شلون العيد معك طلال؟ خير والله الحمد لله. جمعت عيدية ولا لا؟ ها بشر، جمعت ولا ما جمعت يا طلال؟ جمعت. تبي تزيد 1000 ريال ولا ما تبي تزيد؟ ابي ازيد. بس كفو، خلنا نسمع السؤال يا طلال ونرجع لك. جمعت. بشر يا طلال، في كان سهم و... على المبنى، عرفت شو اسم المبنى؟ لا بس عندنا اختيارات. شوف انا مو بعطيك اختيارات، انت الحين جمعت عيادي صح؟ جمعت ولا ما جمعت؟ طلال تسمعني؟ وين راح؟ وين رحت؟ شوف انا احنا ما نبي صعب عليه، طلال وين يسوون الفلوس؟ طلال إذا عندك فلوس واجد، وين تحطها؟ بالبنك. صح. طيب خلاص جواب بنك قطر الوطني، لكن صح بنك قطر المركزي. قطر المركزي كل واحد. صح كل واحد كلهم لقطر. خلنا نشوف معك الإجابة. لا خلاص ولا عجل.
ألف مبروك يا طلال، فزت معانا. وطبعا هذا البنك المركزي تم إنشاءه 1993، وهذا البنك طبعا البنك المركزي دائما في أي دولة إحنا دائما نسمع بنك مركزي، هو اللي يكون مسؤول عن التحويلات وكل الأشياء الخاصة بالمصارف، زائد أنه يكون هو المتحكم في إصدار العملة وأنه توزيعها وإعادة استعمالها. يعني في بعض العملات يتم استهلاكها وما تكون صالحة للاستخدام، حتى إذا مثلا غسل في الملابس أو شيء يقدرون هم بعد يستبدلوا لك العملة. صحيح. طبعا البنك في شارع عبدالله بن جاسم في الكورنيش، مقابل قريب سوق واقف، تقريبا مقابل سوق واقف من جهة قهوة الشيخ. ولكن نبي بس نقول ملاحظة حق مشاهدينا، ترى الفلوس إذا انغسلت أو انكتب عليها أو تم تخريمها، هذا يعني هذه المسألة تتلف الفلوس وهذه تكلف الدولة مبالغ كبيرة، لازم نحافظ عليها لأن هذه نعمة ورزقة، وإحنا بعد ما نبي نكلف دولتنا العزيزة قطر أي شيء زيادة. نعم صحيح. الحين ناخذ اتصال. عندنا اتصال؟ اي موجود الاتصال. انا ام خالد من زغاوة. ام خالد. الو السلام عليكم يا ام خالد. هلا عليكم السلام، كل عام وانتم بخير. وانت بصحه وسلامه. سلامه. ها بشرينا، تابعتي البرنامج؟ اي تابعته. عرفتي اسئلتنا؟ سهله الحمد لله. سؤالي اسهل ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا معانا مقطع صغير بتشوفينه معانا، وان شاء الله نرجع وسؤالنا سهل ان شاء الله. انا الريل السريع، امشي ولا استريح. انا الريل السريع، امشي ولا بشري يا ام طلال. ام خالد. ام خالد ما ادري، 2030 ايش اللي نربطه ب 2030 دائما؟ رؤيتنا العزيزه، رؤيه قطر 2030. ايوه انت فايزه خالد، انت فايزه خلاص. كفو عليك يا ام خالد. الله يعافيك. وانت بخير صحه سلامه. خلنا نشوف الاجابه معك. ألف مبروك لأم خالد، وطبعاً هذه رؤيتنا 2030 اللي تعتمد على ركائزها الأربعة اللي هي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، وطبعاً كلهم يصبون إلى التنمية المستدامة. نعم، وهل المقطع هذا نقدر نقول عليه تم تصميمه أو تم إنتاجه ليلهم الأطفال أنهم يكونوا مفكرين، يكونوا منتجين، ويساعدهم على أنهم يكونون فعالين إن شاء الله في المستقبل، وينمون فكرهم من يومهم صغار. فنسأل الله التوفيق للجميع. طبعا رؤية قطر تشمل الجميع، كبير وصغير، الشباب والصغار هم من ركائز الرؤية، لأنهم جيل المستقبل، وهم هم اللي بيطبقونها وهم إن شاء الله الجيل النشئ اللي راح إن شاء الله يساعد في تنمية هذا البلد. صحيح. وإحنا طبعا مشاهدينا دائما نقدم قناة الريان دعوة لكل مبدع أنه إذا عنده أي إبداع أو عنده أي فكرة يقدر يتواصل معنا ويقدمها. طبعا مشاهدينا إحنا مستمرين معاكم في برنامج عيدية، ولكن وصلنا الأول فاصل، نطلع هذا الفاصل وبعدين نرجع لكم إن شاء الله. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. نبي حماس اكثر، نبي مشاركه اكثر. اسئلتنا موجوده، اسئلتنا ما تخلص، وعيادين ان شاء الله ما هي خالصه من هنا. لا مو بخالصه، وبعدين احمد خلص. وقف، سوينا استرتشات، امورنا طيبه. ايه يعني خلاص جاهزين احنا السؤال الجاي. نقول الو السلام عليكم.
الو الو السلام عليكم. الو عليكم السلام مرحبا. تعرفينا من معانا؟ علينا وعليك. لطيف الله يعافيك. من معانا؟ لطيفه من وين تكلمينا؟ من الدفنه. يا مرحبا ومسهلا لطيفه. عيد الله على اسم مبارك. مرحبا باد. شلون العيد في الدفنه بشري؟ والله بعد الحمد لله زين. زحمة زين زحمة. وياكم إن شاء الله كلها عيد. إن شاء الله وياكم. مستعدة تعيدين معنا الحين ولا لا؟ إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله فارس طيب إن شاء الله. معنا مسرحية جميلة أعتقد إن أنت شفتيها، خلنا نشوفها بعدين نرجع لأن أنا عادي ممكن أزل لساني وأقول اسم المسرحية. بس قالت السؤال الحين. خلنا نشوف المسرحية وبعدين نرجع نسألك. إن شاء الله. مسعود. نعم. ما تزعلش مني لو قلت لك ما لقيتش صفحة الشوربة في كتاب قبل النظير. يعني ما عملتيش شوربة؟ لا وانا هعمل منين ما اعرفش الطريقة. هي لينا الفرقة تسقنيها المية تبقى شوربة اغصى عليكي. معلش ما تزعلش. حسي بس انا الفرقة الجاية بقى انا. الفرقة الجاية شيخة بتحلمي. الفرقة الجاية شوربة يا ماما، ده الشوربة دي امتع شيء في امري لله. يلا مش الملوخية معمولة من الفرخة؟ لطيفة شو اسم المسرحية؟ المتزوجون. يا سلام عليك. يا سلام. لا احنا قاعدين نتفق، انا اللي بساعدها لا انت اللي بتساعدها. لا انا اللي ساعدها. بطولة سمير غانم وشيرين. يا سلام عليك. والله تستاهلين وكفو عليك. خلنا نشوف معك الإجابة. هدوء ولا أشرب؟ هدوء الأول وتقولي رأيك إيه؟ رأيي معروف يا ست الكل، يا أحلى زوجة في الدنيا. كان نفسي أعزم أصحابي مش يأكلوا يتفرجوا بس. لا الملوخية أصلها حلوة؟ ألف مبروك يا لطيفة. أحمد هذه مجاملة متزوج. أنا مو متزوج. ما ودك تتزوج؟ إذا الطبخ كذا لا. أنا ما أقدر أقول لأن أكيد أم تميم الحين قاعدة تشوف وممكن وأسألك ما تغدى اليوم. لا مشاهدي الكرام إحنا مستمرين معاكم ونبي اتصالاتكم بعد. محمد شعلوا من الصلاة. الصلاة أوكي مية معنا أم مضحي من ريان. أم مضحي من ريان. والله أم مضحي يد الله عليك مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا ومسهلا. عيد الله عليك مبارك. يعطيكم العافية كل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحة وسلامة. بشرينا على العيد عندك للحين مستمر ثلاث يوم عيد ولا لا؟ الحمد لله. مبسوطين ان شاء الله؟ الحمد لله. الحمد لله. ناويين على عيدياتنا ولا لا؟ اي اكيد ان شاء الله. تبشرين بالسعد ان شاء الله. تبشرين بالسعد. خلنا نشوف هذا المقطع وان شاء الله ابشر بسعد. الحكي اللي صار بالعمارة شنو؟ ها يوم انه طلع انه خذه. ايه وايد حكي صار بالعمارة. يقول ايش صار؟ بتقول ولا اخذ خيوطي منك؟ اجيب خيوطي هذا انت معطيني اياهم. ايش صار بالله الحكي اللي صار؟ وايد حلو هذا، شو يسمونه بالصحن؟ هذا؟ يسمونه يريش. زلابيا. احنا ما علينا نبي الحكي اللي صار. يا عاد وين اللي بين؟ بشري ها عرفت اسم الحلوة اللي كان ياكلها؟ زلابيا. سلامي عليك. عاد في زلابيا عندكم فوالة العيد؟ لا وصراحة ما في. أفا. يلا بعيدياتنا خذوا لكم زلابيا. إن شاء الله. الله يعطي السلامة. مبروك عليك إنجاز التسالين. يلا خلنا نشوف الإجابة معك. وايد حلو هذا، شو يسمونه بالصحن؟ هذا؟ يسمونه يريش. زلابيا. احنا ما علينا. نعم مشاهدي الكرام هذا من مسلسل قاصد خير، طبعا مسلسل كويتي من 16 حلقة، مسلسل جميل كلنا شفناه. اي أيوة والله. يعني كان يعطيه علوم انه خذه ايش سوى وين هو اللي كان يروح يعلم ويرجع له بس عشان ياكل زلابيا.
مشاهدينا الكرام الحين نروح قطر قديما. قطر قديما ومع اللي بيفوز ان شاء الله في السؤال. محمد من معنا عندنا؟ انا مشاعل من المناصير. مشاعل من وين؟ المناصير. المناصير. نعم. مرحبا ومسهلا مشاعل. يا مرحبا اخوي. اجل الله عليك مبارك. يا اكل عام بخير. وانت بخير وصحة وسلامة. ها مشاعل جاهزة؟ ان شاء الله. تابعتينا؟ اي نعم. تبقين العيدية؟ ان شاء الله. سؤال صعب ولا سهل تبين؟ سهل. هو سهل. نبي حد ينافس، نبي حد يتحدانا، نبي سؤال صعب. اوكي ان شاء الله. لا مال التوفيق ان شاء الله. يلا شوفي هالمقطع وان شاء الله نسال السؤال سهل. اوكي بي. مشاعل هلا اخوي. البير اول ايش يسمونه؟ جليب. لا 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 متاكده؟ متاكده؟ حمد يقول لا. متاكده ولا لا؟ متاكده. اقول جليب يعني؟ ما ادري احنا لازم تكون متاكده. متاكده انت ولا لا؟ اي اكيد ما انا عارفه انه هو جليب البير قبل. خلاص قولي متاكده زين. قولي متاكده بس. مبروك عليك ربحتي 1000 ريال. كفو. خلنا نشوف الاجابه معك. ففي ذلك الوقت لم يكن يخلو بيت تقريبا من بئر للمياه يطلق عليها اسم الجليب، ولم تكن مياه هذه الآبار في معظمها صالحة للشرب، وإنما كانت تستخدم للاستعمال المنزلي. ألف ألف مبروك يا مشاعل، صراحة هذه إجابتك سريعة وكان في ثقة في الإجابة. جزاك الله الخير. مشاهدينا مستمرين معاكم، وطبعا مثل ما قال أخوي أحمد أسئلتنا سهلة، ولكن الهدف نحن نعطيكم معلومات إحنا نستفيد منها وأنتم تستفيدون معنا. نسهلها وصعبة تبي نقول لو معتاد؟ لا لا لا، الحين مسرحية أنت تحبها وعزيزة على قلبك. حلو. شو اسمها؟ طيب اوكي. محمد. انا مريم من الريان. مريم. طيب نقول الو. السلام عليكم. الو عليك. عيدك مبارك يا مريم. يا هلا، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. وانتم بخير وصحة وسلامة. جاهزة لأسئلتنا؟ اي ان شاء الله. طيب خلينا نشوف معاك هذا المقطع ونرجع نسألك السؤال. ان شاء الله. ركز. مين؟ خش عم رجب. وصل رجب البواب في 5:12 تمام. يلبس جلبابا ازرق عليه ايه ده؟ عليه سجاده لونها ايه ده؟ متى كان وقت الوصول؟ الثالثة و12 تقريبا. كم؟ ثلاثة؟ 12؟ لا الثالثة و12 تقريبا. هو 12 صح. 12 دقيقة صح. بس اللي ثلاثة قبل. يعني ما أدري. ما أدري إذا زودت اثنين شو يصير؟ كم ما أدري كم العدد؟ الساعة كم؟ السادسة. الخامسة. الخامسة. لا السادسة. الخامسة ولا السادسة؟ السادسة. السادسة. الخامسة صح؟ السادسة. الخامسة ولا السادسة؟ الخامسة. السادسة صح؟ الخامسة إن شاء الله. خلاص الخامسة. هي السادسة. الخامسة. ما أدري كيف. تدري؟ خليك معانا، خلنا نشوف الإجابة ونرجع لك. رجب. وصل رجب البواب في 5:12 تمام. يلبس جلبابا ازرق عليه ايه ده؟ عليه سجاده لونها ايه ده؟ الخامسه ولا السادسه؟ السادسه.
خلاص كفى عليك مبروك الأولى الرابعة مبروك تستاهلين زين شاهد ما شافش حاجة ايش سالفتها حاجة حاجة ايش سالفتها المسرحية معك اخي انا احب المسرحية ليش انت ليش كل شيء تستني ليش احبه يا اخي احبه كيف يا اخي ما كان عندي شيء اشوفه قبل كل شيء يسألني ليش 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 يا اخي خلت افصل حياتي بكيفي ابي اخذ علومك يا اخي بطمن عليك الحين احنا من اول يوم من اول العيد صراحه تمل منها اذا شفتها ولا لا بس احمد والله ما يمل الحين لازم اخذ علومك لان احنا من اول العيد واحنا من الصبح لين بالليل مع بعض المفروض عارفين خلاص محمد هاي قل لنا ايش علوم الاتصالات والله بس اتصالات اوكي معانا وسميه من ابو نخله وسميه من ابو نخله نقول الو السلام عليكم عليكم السلام عبد الله عليك مبارك يا وسمية طيب اوكي علينا وعليكم كل عام وانت بخير كل عام وانت بخير وانت بخير صحة سلامة انا سبقتك قبل حمد عايت عليك كان يبي عايد توي بعايد بس تستاهلين شفتي برنامجنا؟ ايه ان شاء الله اسئلتنا سهلة الحمد لله شوي واهم شيء ان استفدتوا منها ايه اكيد عفوا وسمية ليه شوي سهلة؟ لا في اسئلة يعني بس الحمد لله ان شاء الله تكون سهل سؤالي لا لا ابشري ابشري سؤالك لا مو سهل لا مو سهل ها يبي له تركيز ركزي انت ان شاء الله انك بتفوزين اذا ركزتي ركزي 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 شوفي ثلاث مرات ركزي خلنا نشوف المقطع بعدين نرجع نسألك بشري ها عرفتي اسم المسلسل؟ لا مو ما عرفته. أفا أفا كان مكتوب. طيب أنا بساعدك. أوكي. زين. حنا نقول حارة. أوكي. زين. شو اسمها؟ باللوح شو يكتبون؟ فلاش. هو اوكي هو فريج فلان الصوالح لا فريج وشو واحد منهم واحد من الصوالح هذا واحد شو اسمه الصوبة لا شو صوالح طلع منهم واحد شو يصيرون صالح صالح شو يدلعونه صلوح لا سويلح سويلح اذا كان لابس طقيه يركض حافي مشان شو يقولون له سويلح شي يلا اذا كان شيطان باسخ عزكم الله نعاله ويركض حافي ولابس طاقيه شي يقولون له هذا بعد كشخه العيد بنص ساعه بعد كشخه شي يقولون له وين سويلح اي بس قولي لنا قوليها على بعض قوليها كامله الحين احنا ما ساعدناش قوليها على بعض فريد سويلح كفو عليك صح الجواب خلينا نشوف الاجابه معك لكل فائزين معانا اليوم طبعا هذا مسلسل فريج سويلح تم انتاجه 2005 نعم من تاليف عبد العزيز المسلم الحين مشاهدينا الكرام محمد بناخذ شوي استراحه بنروح فاصل ونرجع لكم نبي حماسكم نبي تركيزكم راجعين لكم ان شاء الله وللحين عندنا عيديات ما خلصت انتظركم بعد الفاصل
مرحبا ومسهلا بكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. طبعا ومستمرين معاكم في فقرات عيدية، عسى ان شاء الله تكونوا مستانسين معانا وتستفيدون من المعلومات الموجودة. هاي احمد، شو علومنا الحين وش عندنا؟ احنا علومنا كذا، لكن بنشوف المشاهدين اكيد. محمد بشر. معنا محمد من الرياض. سمي ولدك محمد، ما نزعله، ما نقدر نزعله، خلاص اكيد ما نقدر نزعله. محمد اذا الله عليك مبارك عليك. شلونك؟ ساك طيب؟ الحمد لله بخير. شلون العيد معك؟ والله زي اللوز. يا سلام عليك، زي اللوز. سلام عليك. لا معيد صح عجل. انا اول شيء ابارك للشيخ جوعان محمد على صراحه سهلة والله، وما اتوقع ان هذا المستوى صراحه. تستاهل خير، لا ان شاء الله نحن متوقعين على المستوى واطرق من هالمستوى. انت لا تصير مع المحشادي قال انا مو متوقع وجابت الاول. صادق. لا انا كنت متوقع الصراحه بعد ان تجيب الاول، ما شاء الله عليها. لا لا طيب. ان شاء الله ان كل بطولاتنا وكل مشاركاتنا يا القطر كلها نوامين ان شاء الله مراكز اولى. عندنا الحين ما علينا قصور ان شاء الله يا رب. عندنا الحين اغنيه من اجمل الاغاني الانشيد الوطنيه، نبيك تركز معانا. اسم الاغنيه؟ اسم الاغنيه السؤال. الله يرحم لي والدك يا احمد، اصبر. طيب ركز معانا ونرجع لك بعد المقطع. بشر يا محمد، شو اسم الأغنية؟ يا فرح. لا 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 محمد، أنا قلت أنت سمي ولد عبد الله فما أقدر أزعلك. أنت قاعد تشوفني الحين؟ أي نعم. حنا شو اسم دولتنا؟ قطر الحبيبة. وهذه وشو؟ يا أمريكي. لا لحظة، هذه وشو؟ هذه شنو هذه؟ هذه ليش لك عليها؟ هذه وشو؟ اللي انا اشوف الحين منها وش هذه؟ عين. رتبها، عين، عيني، انا صح؟ عيني قطر. السلام عليكم، هذا بدون مساعده، لو مساعدك بيض الله وجهك. عبرين انا عيدنا عادل كل من العيد. كفو شكلك توك متغدي يا محمد. خلنا نشوف الاجابه بعد. عيني قطر مثل ما قال احمد. طبعا الف مبروك لمحمد وان شاء الله عسى ايامك كلها اعياد. طبعا مشاهدينا احنا والله مستمتعين جدا معاكم. انا واحمد يعني نسينا ان احنا قاعدين نقدم برنامج، اتصالاتكم تفرحنا وقاعدين جد نضحك من قلبنا لان فعلا مستمتعين معاكم، وكنا نتمنى ان هذا البرنامج يستمر طوال السنة. ولكن هو برنامج عيدية، فهو الهدف منه أنه هو يكون عيدية لها القطر ولا على أرضها القالية. بس سمعت محمد يقول جبنا ليد وليد، قاعد أقول له مش هذا الكلام، قاعد أقول له كذا يقول لي عمري. والله عيني. يلا ناخذ اتصال نقول ألو. السلام عليكم. ألو ألو، تعرفنا من معانا؟ سعيد. محمد سعيد. سعيد
عيدك مبارك يا سعيد. علينا عليك تبارك، عيد الله عليك مبارك. علينا عليك تبارك إن شاء الله من عيد الفايزين. عيد سعيد. سعيد هلا ابو هلا. لا عندنا ان شاء الله ان يومك كله عيد يا سيد. عندنا برنامج بعد احنا نفس الشيء. عيدكم مبارك، عيدكم سعيد. سعيد بنشوف الحين مقطع معاك من مسلسل، ابيك تركز، عرفت؟ وركز عدل لان سؤالنا شوي صعب شوي، وين قدها وقدود. لا وانت بعد ان شاء الله بتساعدني وياك يا اخي دبلماسي يا اخي. أبشر خلنا نشوف وأبشر بسعدك. بشر يا سعيد، شو اسم المسلسل؟ اسم المسلسل صعب شوي يمكن. سحر حسين اي سهل عليه خلاص. انت تبي اسم المسلسل ولا اسم الممثلة؟ حياة الفهد وحياة الفهد. طيب لا اسم لا اسم المسلسل. لا انت الحين تبي اسم المسلسل ولا اسم الممثلة؟ اسم الممثله. طيب الممثله الصغيره شو اسمها؟ شو اسمها اللي مثلت دور هدى؟ واسم المسلسل الى الى امي وابي مع التحيه. مع التحيه. كفو عليك. يعني تبين ان ما عندك اسئله صعبه. انا بصعب عليك الحين. مشكور ما قصرت. خلنا نشوف الجواب معك. مشاهدينا الكرام، وصلنا لفقرتكم اليومية الهاشتاج طبعا، وهذه المشاركات الصور جميلة وأصبحت الاختيارات صعبة، ولكن هذه المرة كان في صعوبة في الاختيار بين صورتين. بنعرض عليكم كل الصور وبعدين بنعلن عن الفائز. نذكركم أنه بكرة آخر يوم برنامج عيدية، ركزوا وارسلوا صور وحاولوا ترسلونها بسرعة قبل البرنامج بكرة، لأن بعد البرنامج بتكون بنحتفظ فيها إن شاء الله للعام القادم. ولكن بكرة بنحاول نحن قبل الساعة 11 إن احنا نعرضها على اللجنة، وهاشتاج لازم برنامج أندرسكور عيدية، ولا تنسون تحطون البيانات. نعرض الصور مشاهدين الكرام أهم شيء، وتحفونا بالصور، نبي صور حلوة، نبي صور شوية احترافية، تحفونا بالصور مشاهدين الكرام. الحين بنعرض معكم صور مشاهدين الكرام. خلنا نبدأ بأول صورة. أول صورة من الجوهرة عبد العزيز محمد، الله يحفظها، شوف قاعدة تقدم لفوالة، أعتقد من السعودية. صادق من السعودية. مشاهدي الكرام، إحنا باب المشاركة مفتوح للكل، من السعودية ومن دول الخليج ومن العالم كله. نرحب فيكم كلكم، هذا برنامجكم وهذه قناتكم. نشوف الصورة الثانية. شوف الصورة الثانية، عبد الله سعد الحمادي، الله يحفظه الله يحفظه. بعد هذه من السعودية. نعم بعد من السعودية، هذه ما شاء الله عليهم مشاركتها للسعودية وتفاعلهم معانا، ونرحب بيهم بلد ثاني قطر وبرنامج. هم أهلنا. نعم أكيد هم أهلنا، ما لنا غنى عنهم. بعد عندنا صورة، نشوف الصورة الثالثة، شوق محمد الجبارة، سعد لي الابتسامات الحلوة هذه، الله يحفظهم إن شاء الله. يا أخي قبل إحنا لما كنا نصور، واحد من ربعي أمس جزاه الله الخير طرش لي الصور القديمة لنا. يوم ولدك قال لك مصطفى ما أدري شنو. والله كله شيء. بس صور كله صغير لابس فيونكا وهذا. كنا عاد معزمين في عيد ميلاده. كنا نشوف مع نشوف الصورة. الصورة الرابعة الآن. يا قلبي يسلم قلبه. الله يحفظها. الله يحفظها إن شاء الله. الله يحفظها ما شاء الله. أحلى شيء إنه زمرانة. ما دبوزها وبعد تطالع الكاميرا. بديت قلبه الله يحفظها ان شاء الله. الله يحفظها. يلا نشوف الصورة اللي بعدها. الصورة الخامسة. المها محمد. ما شاء الله، طبعا صورة معبرة عن بر الوالدين.
صحيح. واحترام الكبير. نشكر صراحة صاحب فكرة الصورة هذه. وبعد عندنا بعد صورة. صحيح أكيد. فاطمة محمد. فاطمة محمد، يعني أنا تمنيت هذه الصورة جدا جميلة، ولكن تمنيت أن يكون وجه الطفل يكون موجود فيها على أساس نشوف صدق تعبير الطفل، لأن تعبير الطفل في هذا السن جدا جميلة. صحيح. وعفوية. مبين عليها كذا صغيرونة تجنن ما شاء الله عليها. ما شاء الله عليها. حنة أهالينا الأول. حط احنا بكوها مذكره مبين عليها. لا ما تقعد اذا بينقشونها ولا شيء ولا بيحطون لها في يدها، ما مستحيل تقعد لهم. بس جاي تمسكها. الله يحفظهم ان شاء الله. عندنا بعد اخر صوره. اخر صوره. محمد صبحي محمد كاشخه بكشخه العيد. عسى الله يحفظها ان شاء الله. كشختنا وعاداتنا وتقاليدنا جميله. نعم. الصوره طبعا احمد مثل ما انت عارف احنا قعدنا مع فريق الاختيارات وفريق اللجنه المسؤوله عن هذه الصور. طبعا مشاهدينا اللجنه كانت محتاره بين صورتين صراحه، ولكن في النهايه وصلنا للصوره الاخيره لان هي فيها ملامح الوجه اكثر وفيها تعابير اكثر. واعتقد والله مشاهدينا الكرام انا ما اعرف اي صوره اللي فايزه، لكن حاط صوره في بالي يعني انا شخصيا اخترتها، يعني المفروض اني ما ابوح لكن الحين على الهواء. خلنا نشوف الحين، خلنا نشوف بقول اذا هي ولا لا. خلنا نشوف الاجابه. والله العظيم هذه اللي كانت في بالي. فاطمه. العظيم هذه اللي كانت في بالي. تستاهل صراحه. جميله جدا. الله يعين عليها بارده ان شاء الله. امين يا رب العالمين. ما شاء الله. كلكم مشاهدينا قولوا ما شاء الله ولا اله الا الله، هذول عيالنا والله يحفظهم لاهاليهم ان شاء الله. امين يا رب العالمين. امين. تستاهل صوره جميله ومعبره، وهذا اللي احنا نبيه، هذا اللي احنا نبي نوصله مشاهدينا الكرام، ان احنا نبي الملامح للولد وعفويته للصغار، لانهم اللي يحسون بالعيد دائما بزواراتهم ولفتهم بالبيت والركض، هذا هم اللي يحسون بهالشيء، فنبي نشوف هالشيء، نشوف الطفل شكله زعلان ماخذ هديه ولا شيء مد البوز. صلى الله يحفظه ان شاء الله لاهله. يحفظ الاهل ان شاء الله ويحفظ كل عيالنا. مشاهدينا وصلنا لاخر حلقتكم اليوم، طبعا استمتعنا معاكم، الف مبروك لكل الفائزين معانا والف مبروك للي فازوا معانا على الانستغرام، وما نذكركم بعد ان بكره ان شاء الله بنكون معاكم في نفس الموعد، لا تنسون تتصلون على 5481 ولا تنسون الهاشتاج برنامج اندرسكور عيديه. نشوفكم على خير ان شاء الله بكره بنفس الموعد، نبي اتصالات ونبي تفاعل اكثر من كذا، احنا ما قعدنا هنا الا علشانكم وعيديتنا لكم، نشوفكم على خير ان شاء الله وكل عام وانتم بخير. الله يحفظكم.